بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استديو الطائف. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. بعد قليل أيها الإخوة والأخوات نظهر لكم أو يظهر لكم مخرج هذه الحلقة تليفون البرنامج على الشاشة قريبا. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة غافر، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم، أي أمركم ربكم، فقالوا ادعوني. هذا في دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء كما يشاء سبحانه وتعالى، وليس كلامه ككلام خلقه كسائر صفاته، فإن الله له صفات تخصه وللمخلوقين صفات تخصهم، وإن اشتركت في الاسم لكن في الحقيقة والكيفية لا تشترك، وهذا نظام في كل الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. ربكم لا رب لكم سواه، وهو الذي يدعى سبحانه ولا يدعى غيره، فلا يتخذ معه رب آخر فيدعى مع الله. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، ويجب إخلاصه لله عز وجل. ادعوني، وهذا من لطفه ورحمته بخلقه مع غناه عن خلقه، فإنه يأمرهم بدعائه من أجل أن يستجيب لهم، فهو من أجل مصلحتهم. ادعوني أستجب لكم، يعني إذا دعوتموني مخلصين لي الدعاء فإني أعدكم أن أستجيب لكم، وهو سبحانه لا يخلف وعده. فإذا توفرت شروط الإجابة فإن الله يستجيب لمن دعاه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا مع الله ربا آخر من الأصنام والأحجار والأشجار والأموات والقبور وغير ذلك فإنه كافر بنص هذه الآية، إنه لا يفلح الكافرون، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فإذا أشرك فيه فإنه يكون مشركا كافرا والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي.
فلا يدعون الله سبحانه وتعالى تكبرا واستغناء عن دعائه، أو أنهم لا يرون الدعاء شيئا، فإن الله توعدهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، سيدخلون جهنم مستقبلا قريبا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، فهو وعد من دعاه وتوعد من استكبر عن دعائه واستغنى عن الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، أي النار، جهنم من أسماء النار، سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين. بدل أن استكبروا عن عبادة الله وعن دعائه فإن الله أصغرهم وأذلهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي ثم ذكر الأدلة على ربوبيته سبحانه ووجوب إخلاص الدعاء له وترك دعاء من سواه: الله الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الأرض تفترشونها وتبنون عليها وتسكنون عليها وتمشون عليها، والسماء بناء، سقف، سقف للأرض، وفيه مصالحكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم الله لأن خلقكم على أحسن صورة، فصورة الإنسان من أحسن الصور، وأيضا فيها الحواس الدقيقة، وفيها السمع والبصر، وفيها القلب، وفيها جميع ما يحتاجه الإنسان، فهو مجهز لمصالحه. وتبارك الله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. وردنا هذا السؤال من المشاهدة وفاء، تقول: ظهر في الآونة الأخيرة مصحف ملون مكتوب على غلافه بالرسم العثماني، وهذا يا فضيلة الشيخ المصحف بالألوان الطيفية، وماذا نعمل فيه؟ أوراقه ملونة، هل يحرق فضيلة الشيخ؟ وهل يصح تداوله؟ مأجورين؟ أرسليه إلى دار الإفتاء، أرسليه إلى دار الإفتاء، واكتبي معه رسالة بالملاحظات التي ترينها عليه فينظر فيه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح: بالنسبة لشعبان، أريد أن أصوم هذا الشهر كاملا، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا يصام شهر شعبان كاملا، وإنما يصام أغلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ولكنه لا يستكمله. نعم، فضيلة الشيخ أيضا الأخت السائلة تقول: ما رأي الشيخ في وضع البرادات التي انتشرت أخيرا في المساجد؟ هذه البرادات فيها مياه صحية وأكواب، وتوضع إما بداخل المسجد أو خارج المسجد، وذلك سبيل لله. هذا عمل طيب، سقاية الماء من أفضل الأعمال، ولا مانع أن تكون في داخل المسجد أو تكون خارج المسجد حسب الحاجة وحسب الإمكانية في المكان الذي يصلح لها، تكون مهيئة بأكوابها وما تتطلبه ليشرب المحتاج منها. نعم، يسأل هذا السائل يقول:
في الآية الكريمة وفي قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، لماذا ذكرت السماوات جمع والأرض مفردة؟ ذكرت الأرض أيضا مجموعة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثل سبع السماوات، فالأرض أيضا سبع طبقات، كما أن السماء سبع سماوات. قد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، هذا فيه إثبات أن الأراضين سبع. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ ناصر يقول ما حكم الشرع في نظركم فيما يسمى بربط المعدة وذلك للتخفيف من الأكل وجعل الجسم متناسق؟ هذه عملية طبية، إذا احتاج إلى هذا وقرر الأطباء المختصون إجراءها فإن له ذلك، لأن هذا من العلاج، من العلاج النافع. نعم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص مريض في المستشفى أصابته جنابة لكنه لا يتمكن من الاغتسال وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر وجلس على ذلك مدة، فهل تصح الصلوات التي أداها؟ المريض إذا لم يستطع استعمال الماء وأصابته جنابة فإنه يتيمم من أجل مرضه وعدم استطاعته، يتيمم ويصلي والحمد لله وتكون طهارته تامة. فإذا تيمم لكنه لم ينوي الحدث الأكبر، نوى الحدث الأصغر، إذا كان كذلك متأكدا أنه لم ينوي الحدث الأكبر فإنه يعيد الصلوات لأنه صلاها وعليه الجنابة، لأن التطهر من الحدث الأصغر لا يجزي عن التطهر من الحدث الأكبر، بخلاف العكس، التطهر من الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر، فعليه أن يتأكد من ذلك، لا يكون عنده شكوك. إن تيمم ولم ينوي لا أكبر ولا أصغر يدخل يشمل هذا الحدثين والحمد لله، أما إذا تأكد أنه لم ينوي الحدث الأكبر في تيممه فلا بد من الإعادة. نعم. معنا اتصال أبو أحمد من مكة، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل فضيلة الشيخ. جزاك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا طويل العمر. وعليكم السلام. أبغى الشيخ. تفضل تفضل، يسمعك الله يحفظك. يا طويل العمر، أنا صرفت فلوس من الصراف حقة العربي وطلع لي 100 ريال. نعم. من فوق الفلوس اللي صرفتها. فوق كذا، ما هي مع الفلوس اللي كذا ممدودة، 100 ريال. الآن إيش أعمل بها؟ نعم. وأردها على جهة كيف يعني؟ طيب، شكرا. راجع أصحاب الصراف المشرفين على الصراف، راجعهم بما زاد عن مطلوبك وهو لغيرك، راجعهم في ذلك، فإذا لم يقبلوها فإنك تتصدق بها بنية أن الأجر لصاحبها. نعم. السؤال الثاني. طيب، فضيلة الشيخ هذا يسأل هل دفع الزكاة لبناء المساجد جائز؟ لا يجزي دفع الزكاة للمشاريع الخيرية، بناء المساجد والمدارس وسقيا الماء وغير ذلك، هذه تمول من التبرعات، أما الزكاة فإن الله بين أهلها في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وبصيغة الحصر
فلا يجوز إخراجها عن هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. وإذا أراد التوسع في الخير فالباب واسع من غير الزكاة من التبرعات والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: الشيخ، الشعر الكثيف على الحاجبين مشوه لوجه الفتاة، هل يصح لهذه المرأة أن تزيله؟ إذا صح وثبت أنه كثيف فوق المعتاد وتتأذى به فإنها تزيل الأذى فقط، تزيل قدر المؤذي منه ولا تزيله كله، لأن هذا حرام، وهذا هو النمص الملعون من فعلته، لكن تزيل الذي تتأذى به وبقدره وتمسك عن البقية. نعم. سعد من الدمام، تفضل يا سعد. ألو. نعم تفضل يا سعد. السلام عليكم. يا سعد لو سمحت بس تقصر التلفزيون شوي لأنه مشوش علينا. تفضل يا شيخ. الله يعطيك العافية. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. أي السؤال الأول، أنا دائما يعني تتكرر عندي صلاة الفجر، دائما يعني أصحى من الساعة 6 4 ونص 7 ما ألحق صلاة الفجر، فدائما هذا الموضوع متكرر معي، فيجوز إني أصليها في البيت يعني إذا فاتتني، لأن هذا الأمر متكرر هي دائما. طيب يجاوب الشيخ. شكرا. لحظة 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 يا أخي، يلزمك تصلي مع الجماعة صلاة الفجر وغيرها من الصلوات ولا تتأخر، والنوم ليس بعذر دائما، إنما إذا عرض بعض المرات وأنت عازم على القيام للصلاة لكن غلب عليك النوم بعض المرات هذا معذور، تصليها في البيت أو في أي مكان. وأما أنك تجعل هذا عادة لك تنام وتقول متى ما استيقظت أصلي الفجر، هذا لا يجوز لك أبدا، هذا إخراج للصلاة عن وقتها من غير عذر، لأن هذا ما هو عذر إذا كان معتادا وهو نتيجة التساهل وعدم المبالاة. نعم. السؤال الثاني يا سعد، تفضل. معنا سعد؟ سؤالك الثاني يا سعد معنا؟ طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما أنا مع أولادي في البيت وعددهم ثمانية، نصوم جماعي الصغير والكبير وخصوصا أيام الاثنين والخميس، ما رأي الشيخ في ذلك؟ إذا كنت مع البيت واحد وتصومون تتسحرون جميعا وتفطرون جميعا من غير أن تلزموا أهل البيت بذلك فلا بأس بذلك، يعني هذه طبيعة أهل البيت أنهم يتسحرون جميعا ويفطرون جميعا، لا من قصد الصيام الجماعي وإنما من قصد الحاجة إلى ذلك والعادة المضطردة في البيوت. نعم. سلطان من الرياض، تفضل سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ الله يحفظك، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال لو الله يحفظك، انا رحت عمره طال عمرك لمكه، ونويت العمره لي وباقيم اكثر من اسبوع وباعتمر عمره ثانيه لاخي، اخي متوفي. هذا السؤال الاول. طيب يجاوب الشيخ. لحظه. العمره الاولى طال عمرك لكن ما اتميت العمره الثانيه. لا بأس إذا أديت العمرة عن نفسك أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة وتحرم بالعمرة لغيرك من باب إهداء الثواب له، لا بأس بذلك، ولا بد من إكمال العمرة إذا أحرمت بها، فلا بد من إكمالها، قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج إذا أحرمتم به بأداء مناسكه، وأتموا العمرة إذا أحرمتم بها بأداء مناسكها، ولا يخرج منها إلا بذلك، إلا قضية المحصر
وهو الذي منع من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ويفدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. السؤال الثاني سلطان. السؤال بارك الله يا شيخ جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، نبغى طال عمرك منك انك تفيدنا عن الاحسان والبر، جزاك الله عنا كل خير. شكرا. نعم. الإحسان والبر ما المقصود بهما؟ نعم. الإحسان هو إتقان العمل وإتمامه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتتقن العمل. وفي الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فتتقن العبادة كما أمرك الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله عز وجل، وكذلك تحسن إلى المخلوقين ببذل الصدقات والإعانات، وكذلك تحسن إلى البهائم بإعلافها وسقيها خصوصا إذا كانت تحت ملكيتك. فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر الله لامرأة بغي بسبب أنها رأت كلبا عطشانا يلهم الثرى من العطش، فنزلت إلى البئر وملأت موقها بالماء ثم خرجت وسقته، شكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع أسئلتكم واستفساراتكم ومهاتفاتكم لبرنامج فتاوى. فضيلة الشيخ، إذا انتهى الإنسان من الوضوء يمسح الوجه، هل ورد في ذلك شيء عن مسح الوجه بعد الوضوء؟ إذا كان القصد أنه ينشف الوجه، أنه ينشفه من قطرات الماء، فلا بأس بذلك وتركه أحسن. أما إذا كان القصد بمسح الوجه، القصد من مسح الوجه أنه يعتقد أن هذا من تمام الوضوء، فليس كذلك. نعم. دعاء الوسيلة والفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم هل يقرأ بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ بعد الأذان، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم فقولوا مثل ما يقول، وهذا متابعة المؤذن، فإذا فرغ المؤذن وتابعه فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. عبد الرحمن من جازان، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. وعليكم السلام. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، وزارة التربية تصرف وجبات للطلاب لكن الطلاب لا يأخذوها، هل يجوز توزيعها على الفقراء بجانب المدرسة أو عمال النظافة؟ وهل يجوز أكل المعلمين منها علما بأن هذه الوجبات يعني لها تاريخ ولاحية وتنتهي يعني بضعة أيام؟ شكرا. والله هذا راجع إلى مدير المدرسة والمسؤول عن المدرسة يصرفها على حسب المصلحة من إعطائها للفقراء، ولا تترك تذهب هدرا، يعطيها للفقراء، وأيضا ينظر في صرفها مستقبلا لأن تصرف على قدر الحاجة، لا يكون فيها زيادة عن الحاجة. نعم. تفضل عبد الرحمن في سؤال ثاني. السؤال الثاني، نصيحة لمن يتحجمون على بعض الدول والحكومات من أبناء هذه البلاد وهم ممن يحبون ولاة أمر هذه البلاد، ورأيكم في مجموعة نايف ابن خالد، وشكرا.
والله مسألة يعني الكلام في بعض الدول وسياسات الدول، الإنسان ليس بمكلف بهذه الأمور، فعليه أن يدعو الله للمسلمين أن يصلحهم وأن يصلح شأنهم وأن يقيهم شر الفتن وشر الأعداء. وأما التلاوم وذكر معايب الدول ومعايب الولاة، هذا لا يترتب عليه مصلحة، يترتب عليه مضرة وزيادة في الشر. نعم. عزيز من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال عن الصفة والطريقة المثلى للوضوء. البعض يقول مرة واحدة تكفي لكل عضو، والبعض يقول مثلا كل عضوين في غسلة واحدة وهكذا. يا أخي، الصفة المثلى ما ثبت في السنة أنه يغسل ثلاث مرات، يغسل الوجه، يتمضمض ثلاث مرات، ويستنثر في الأنف ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه كل يد ثلاث مرات من الأصابع إلى المرفق، بل يغسل المرفق أيضا، يدير الماء عليه ثلاث مرات، ويغسل الرجلين ثلاث مرات. هذا هو الأفضل، والمجزي أن يغسل كل عضو مرة واحدة، هذا هو المجزي الذي لا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم. من الجوف عامر يقول: الشيخ صالح، الراجح في نظركم وفي أقوال العلماء في زكاة الحلي المستعمل، وخصوصا هذا الحلي من الفضة، يا شيخ صالح؟ الراجح الذي عليه الفتوى في هذه البلاد أنه لا زكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال والزينة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أراد أن يزكيه من باب الاحتياط فهذا طيب. نعم. عبد الحميد من الطائف، تفضل عبد الحميد. يا مرحبا، كيف حال؟ الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ أسأل الله لك العافية. عبد الحميد، اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون، اسمعنا من الهاتف. تفضل، تفضل عبد الحميد. ماشي، حاضر يا شيخ. اقصر. بس أنا سؤال بعد إذنك يعني. تفضل، اقصر التلفزيون شوي. ماشي سيادتك. أنا عندي إصابة دلوقتي في دراعي، يعني مصاب مجبص يعني، أبغى أعمل عمرة. بس ما ينفعش أرتب الإحرام دلوقتي. كيف يعني يجوز العمرة بدون الإحرام؟ لا يا أخي، تحرم، ومسألة الجبص تبقيه على ما هو عليه، ولا يمنع العمرة، تعتمر والحمد لله، والجبص على عضوك لا بأس إذا كنت محتاجا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. أم محمد تقول: لدى ولدي حيوان أليف مات من أشعة الشمس، والسبب بأنه قام بوضعه في قفص خارج المنزل في الصباح، ومن حرارة الجو هذه الأيام ذهب إلى المدرسة، وعندما رجع وجده قد مات. نعم، هو أساء في هذا، لأن هذا تعذيب لهذا الحيوان، فهو يأثم بذلك، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وألا يعود لمثل هذا. نعم. هذا صاحب مكتب عقاري الشيخ صالح يقول: نحن نعمل بالبيع والشراء في الأراضي، فما ضابط العربون؟ وإذا لم يتم البيع هل يرجع العربون؟ العربون هو أن يكون العقد فيه خيار، يتم البيع لكن فيه خيار مدة معلومة، فيأخذ البائع العربون من أجل أن يستوثق من عزم البائع على البيع، فإن عزم أكمل له الثمن، وإن ترك البيع فالعربون للبائع، وهذا
هذا مذهب الإمام أحمد، لأن عمر رضي الله عنه وكل من يشتري دارا للسجن في مكة، فاشتراها الوكيل، اشتراها الوكيل للسجن على أن يستشير عمر، ودفع له عربونا، فأقره عمر على ذلك، على دفع العربون، على الاستثناء في مشاورة الخليفة، لا بأس بذلك. نعم. حسن معنا على الخط، تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، بالنسبة لوصف الآية قوله تعالى إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقف عند كل آية، لكن تعمد أحد الأئمة أو بعضهم أهدانا الله وإياهم أو جزاهم الله خير جميعا طبعا في وصل الآيتين لا يقف عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لا يقف أبدا. والسؤال الثاني الله يحفظك عن إطالة السجدة الأخيرة، السجدة الأخيرة دائما يتعمد إطالة السجدة الأخيرة، هل هذا من السنة وجزاكم الله خيرا؟ أما القراءة فالوقوف على رؤوس الآيات في الفاتحة وفي غيرها أفضل، وهي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يقف عليها وقارن بعضها ببعض فلا بأس بذلك، الحمد لله هذا جائز. والسؤال الثاني إطالة السجدة، تطويل السجدة الأخيرة من الصلاة، هذا غير مشروع، تطويل السجدة الأخيرة من الصلاة هذا غير مشروع، إنما تطويل أول الصلاة هذا هو المشروع، والصلاة تكون متناسبة، ما هو يطول بعضها ويقصر بعضها، تكون متناسبة كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا محمد. محمد، طيب انقطع الخط. بيع النسيئة ما المقصود بها فضيلة الشيخ، وما رأيكم في مثل هذه البيوع؟ بيع النسيئة جائز، وهو التأجيل، يعني يبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل، كلا الأمرين وردت به السنة، البيع بالأجل جائز، إلا إذا كان هذا في الربويات فإنه لا يجوز التأجيل، لأنه يكون ربا النسيئة، الربويات التي يجري فيها الربا إذا باع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض في المجلس، وإن اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس التي نص عليها وبين أن فيها الربا، قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. ريم من المدينة تقول الشيخ صالح هل يجوز أن يتفق الزوج مع زوجته في تأجيل الإنجاب لمدة 3 سنوات أو 4 حتى تكوين الأمور المالية مأجورين؟ هذا لا يجوز، الأمور المالية بيد الله، وما والله ما لا يخلق خلقا إلا ويكتب رزقه، يتوكلون على الله سبحانه، إنما إذا كانت المرأة لا تتحمل الحمل المتتابع فإنهم يعملون ترتيب النسل، هذا يسمى ترتيب النسل لأجل دفع الضرر عن المرأة بتتابع الحمل عليها. وأما تأجيله من أجل تنظيم الأولاد بالنسبة لرزقهم فهذا على الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالله ويتوكل على الله، وما يخلق الله من نفس إلا ويخلق رزقها. نعم. أبو أحمد معنا على الخط، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي وصية للبحث عن من يحج عن والدي ووالدي من ريع وقفه،
مثلتها أنا في السنوات الماضية، لكن حاليا مع تنظيم الحج أصبح الحصول على من يحج بالوكالة فيه صعوبة. سؤالي، هل لي أن أصرف مثل هذا المبلغ في مصارف خيرية أخرى كمساعدة من لم يحج أو لا؟ لا، الوصية لا تغير يا أخي عن شرط الموصي، ولكن إذا كان هناك مانع من الحج كل سنة بموجب النظام مثلا، فيؤجل الحج إلى أن يسمح به ولا يصرف إلى غيره. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: توفي زوج أختي وهي مدرسة، وهذه الأيام عندهم اختبارات، ما المشروع في حقها فضيلة الشيخ؟ يجب عليها البقاء في البيت، لأن هذا من أحكام عدة الوفاة، من أحكام عدة الوفاة وهو الإحداد. إذا كانت تحتاج إلى الخروج للاختبار، يفوت عليها الاختبار، فإنها تخرج في النهار وتؤدي الاختبار وترجع إلى بيتها. إذا انتهى الاختبار، انتهى اختبار اليومي، ترجع إلى بيتها، تخرج بقدر الحاجة وترجع إلى بيتها، ويكون هذا نهارا لا ليلا. نعم، أيضا وردنا هذا السؤال يا شيخ: حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء، وهل للحائض أن تقرأ القرآن؟ لا يجوز مس المصحف مباشرة بغير وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لأداء اختبار أو خشية أن تنساه، فلا بأس أن تقرأه عن ظهر قلب أو من المصحف، بشرط أن لا تمس المصحف مباشرة، يكون ذلك من وراء حائل. نعم. خميس من مكة، تفضل أخي خميس. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي أسأل الشيخ. تفضل. يا أخي، الجوال الذهبي هذا حلال ولا حرام ولا شيء؟ بغيت أشتري لي واحد أمس وسمعت إنه يقول إنه حرام، فقلت عشان أستفسر من الشيخ. شكرا. إذا كان عليه ذهب حقيقي فلا يجوز شراؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب للرجال، وأباح للنساء التحلي فقط. أما الجوال المذهب فلا يجوز، لا للرجال ولا للنساء، مثل الأواني من الذهب لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الله يقول: والدي أوصى الوالدة بأن تقوم بتغسيله، هل للزوجة أن تغسل الزوج المتوفى؟ نعم، لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، هذا بين الزوجين. أما في غير ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. نعم، أحسن الله إليكم. وضع المصحف حول الطفل لحمايته من الشرور ومن الجن، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ الحجب والحروز. إذا أرادت أن تحصن ولدها فإنها تحصنه بالورد الشرعي، تقرأ القرآن وتدعو الله أن يحفظه وأن يحميه وأن يدفع عنه الشياطين، الورد الشرعي عليها لها ولأولادها، هذا هو المشروع. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: شيخ، هل الأذان والإقامة واجبة على المرأة في بيتها؟ اختلط علينا الأمر ونريد الإجابة. لا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة، هذا من شأن الرجال، خاص بالرجال. أما المرأة فإنها تصلي
من غير أذان ولا إقامة، ويكفيها سماع الأذان من المساجد إذا كانت في بلد، وإن كانت في غير بلد ولا تسمع أذانا فإنها تصلي بدون أذان وبدون إقامة، لأن الله ما شرع على النساء أذانا ولا إقامة. نعم. أحمد من الطائف معنا على الخط، تفضل أخي أحمد. تفضل يا أحمد، اكسر التلفزيون شوي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. تفضل أحمد، اكسر التلفزيون. أقول شيخ، نسمع في هذه الأيام التشدد وما معنى التشدد وما أدري وشلون. طيب، واضح السؤال. التشدد في الدين لا يجوز، ولا يجوز التساهل أيضا. الوسط خير الأمور، الوسط، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التشدد ولا يجوز التساهل في أمور الدين، والوسط هو الخير والمشروع للمسلم. نعم. الآية الكريمة يا شيخ لعلكم تقفون عندها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لأن الله هيأهم للشهادة على الناس لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن رسلهم بلغوهم الرسالة فيشهدون لهم بذلك بموجب ما قرأوه في كتاب الله القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء السابقين. فالله جعلهم عدولا خيارا، لأن هذا يشترط في الشاهد أن يكون عدلا خيارا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو علي يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسمع الفتاوى وأنقل بعض الفتاوى لمن سألني في مسألة ما إلى الآخرين، وهل هناك شروط في نقل الفتوى؟ يا أخي، خل المحتاج يسأل العلماء ولا تنقل له الفتوى، لأنك قد تفهمها خطأ، أو تكون نفس الفتوى خطأ من المفتي، فأنت لست مكلفا بإبلاغ الفتاوى للناس. اترك الناس يسألون هم لحاجتهم، يسألون أهل العلم مباشرة أو كتابة أو مهاتفة، فهم الذين يسألون لأنفسهم. نعم. معنا ناصر على الخط من الرياض، تفضل ناصر. من أبها، تفضل يا ناصر. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن كتاب رياض الصالحين، حدثونا عنه وعن مؤلفه والأحاديث التي وردت فيه. الكتاب جيد، وهو رياض الصالحين، فيه أحاديث على أبواب عقدها المصنف، فيها خير كثير للمسلم، وهي منهج للمسلم يسير عليه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هو الإمام النووي، إمام في الحديث مشهور، وله جهود علمية مشكورة رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب جيد، لا يستغني عنه مسلم، ويكون في البيوت يقرؤون فيه ليستفيدوا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن كيفية صلاة من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة أو العيدين. نعم. يقول: ما كيفية صلاة من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة أو العيدين؟ تكبيرة الإحرام لابد منها، يأتي بها، وأما التكبيرات الزوائد وكذلك تكبيرات الانتقال أيضا لابد منها، أما التكبيرات الزوائد هذه سنة، إن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها فصلاته صحيحة. نعم. عبد الله معنا على الخط، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضل.
أنا دخلت مع الإمام صلاة المغرب في الركعة الثالثة ونسيت قراءة الفاتحة، هل علي سجود سهو؟ تكفي قراءة الإمام، إذا كنت دخلت مع الإمام فتكفي قراءة الإمام إن شاء الله. نعم. طيب، من الأسئلة التي وردتنا يقول سائل أبو عبد الله: حفظت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هل يعني ذلك شيخ صالح بأنه يشرع لي أن أقول بسم الله في كل عمل أقوم به سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العادات؟ نعم، في أمور العبادات وفي أمور العادات كالأكل والشرب وغير ذلك ولبس الثوب ولبس النعل وإلى غير ذلك، هذا شيء طيب. نعم. أبو محمد من الطائف، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو أفضل فضيلة الشيخ، أنا لدي الوالدة أحضرت بعض العاملات للعمل لدينا في المنزل، فقبل البدء في العمل سألتهم عن أجرتهم للعمل ولكنهم قالوا يعني بالعامية لن نختلف ولن يحددوا سعرا معينا، وبعد الانتهاء من العمل عرضنا عليهم سعرا كما يعرض على الناس في السوق ولكنهم رفضوا واختلفوا معنا في ذلك ورفضوا أخذ أجرتهم، فما حكم هذا العمل؟ هل نعطيهم كما نعطي البقية؟ وإذا رفضوا الأجرة فكيف نصرفها؟ أحسن الله إليكم. أعطوهم ما جرت به العادة من أمثالهم من الخادمات في البيوت، ما جرت به العادة هذا حقهن عليكم، ولو أنكم اشترطتم من الأول كان أحسن، لكن إذا لم تشترطوا فتعطى الخادمة المستعارة أو المستأجرة تعطى أجرة المثل يا أخي، إذا لم تقبلوا فهي التي ضيعت حقها. نعم. أبو معاذ من الجبيل، تفضل يا أبو معاذ. أبو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يسع بكم الأمة. أبس، تفضل. أبسأل الشيخ الله يعطيك العافية عن صور متوفي كصاحب لي، تفضل، في جوال. والسؤال الثاني، طيب لحظة خلي يجاوب الشيخ على السؤال. يا أخي أتلف الصور ولا تحتفظ بها، لا يجوز الاحتفاظ بالصور في البيوت، لأنها إلا الصور الضرورية وهذه ما هي ضرورية، الميت مات ولا فائدة من صوره، يعني للذكريات هذا ما يجوز، لا يجوز اقتناء الصور في البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأتلفها، أتلف هذه الصور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأننا مجموعة نعمل جروب في الواتساب لحفظ كتاب الله وبث الحماس في حفظ القرآن وعدم هجره، بأن يكون عند المجموعة كل شخص منهم يقرأ جزء ويرسله إلى الذي أتم القراءة وهكذا حتى يتم ختم القرآن. والله يا أخي هذه طريقة محدثة لا أدري عنها، ولكن المشروع أنكم تجتمعون في مسجد أو في مكان وتتدارسون القرآن فيما بينكم، هذا هو الوارد، قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا هو المشروع. نعم. تفضل يا خالد من جدة معنا على الخط، تفضل. أبو خالد من جدة. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ صالح. السلام. عندي ثلاث أسئلة. حياك الله. السؤال الأول: زوجة عمي امرأة كبيرة في السن، عمي جد ابنائي، هل يجوز أن أقبل رأسها؟ هذا السؤال الأول. يجاوب الشيخ، لحظة يا أبو خالد. طيب هل أنت من محارمها؟
نعم أبو خالد. نعم نعم. هل أنت من محارمها؟ ألو، يسألك الشيخ هل أنت من محارمها؟ لا ما أقول محارمها. أنت من محارمها؟ امرأة مرت عمي جد أبنائي، هي كبيرة في السن تبلغ يمكن تقريبا فوق 60. سلم عليها بدون تقبيل يا أخي وبدون مصافحة. السؤال الثاني، أيهما أفضل في السفر، جمع التقديم أو التأخير؟ هذا حسب الحاجة، إن كان الأرفق به التقديم يقدم وإن كان الأرفق به التأخير يؤخر. نعم. السؤال الثالث، إذا جاء وقت الصلاة وأنا في الطائرة في رحلة أكثر من 12 ساعة، أيهما أفضل، أن أصلي في الطائرة أم أنتظر حتى الوصول؟ بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ، حفظك الله. إذا كان يخرج الوقت قبل الوصول تصليها في الطائرة على حسب استطاعتك، أما إذا كان الوقت لا يخرج وتصل إلى البلد في آخر الوقت تصليها إذا نزلت في آخر الوقت لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وردنا هذه الأسئلة من الأخ أبو محمد. يقول الشيخ صالح، في مدينتنا يؤذن الأذان الثاني في المسجد قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل علي الإمساك إذا كنت صائم مع هذا الأذان؟ يا أخي أخشى أنك من الذين يشككون الناس في عباداتهم، وهم جيل ظهر الآن يقول أن الناس يصلون قبل الوقت ويصومون قبل الوقت وما أشبه ذلك. المسلمون الحمد لله على خير، فصل مع المسلمين وصم وأفطر مع المسلمين واترك الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الذهاب إلى القرية التي تبعد 23 كيلو عن قريتنا، وذلك من أجل صلاة التراويح خلف إمام صوته جميل، وترك المسجد القريب من بيتي وقريتي. هذا ما قصده الصلاة، قصده تتبع الصوت الجميل، هذا غير مشروع. صلي مع المسلمين والحمد لله، وأئمة المساجد كلهم فيهم خير والحمد لله. نعم. طيب، معنا اتصال من خالد من أبها، تفضل يا خالد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام، مساك الله بالخير. عندي سؤال، عندنا تكثر القطط. نعم. ورميناها بعيدا منا عند أناس يطعمونها، ولكن هربت القطة وأبقت أبناؤها، فأتيناهم بعد أسبوع وسألناهم عنها فماتوا، هل علينا كفارة أو شيء من هذا فضيلة الشيخ؟ إذا كان موتهم بسببكم فأنتم آثمون وليس عليكم كفارة، عليكم الاستغفار ولا تعودوا لمثل هذا. نعم. خالد، بقي شيء من الأسئلة؟ بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا يقول، أنا طالب في كلية الشريعة وأقرأ في تفسير البغوي وتفسير القرطبي، وما رأيكم في بعض التفاسير مثل الجلالين؟ تفاسير مفيدة، لكن قد يكون في بعضها تأويل للصفات، فأنت إذا كان عندك معرفة ودراسة للعقيدة وتعرف التأويل في الصفات فإنك لا تأخذ التأويل، تأخذ العلم منها وتترك تأويل الصفات. نعم. أبو صالح معنا على الخط، تفضل أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. مساك الله بالخير. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ صالح، الله يجزاك خير عن كل ما تقدمه. آمين. شكرا. مساك الله بالخير. نعم. الو، تفضل نسمعك، سؤالك يا اخي. يا شيخ، انا توفي لي ولد قبل سنتين، توفي في الحريق طبعا في مكه، وكان بيولع ماتور كهرباء يزود بنزين وانحرق، فهل هذا يعتبر من الشهداء؟ ان شاء الله. الموت المفاجئ بحريق او بهدم او بغرق هذا يكون
من الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الجنائز. نعم أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج فضيلة الشيخ، إذا كنت أسافر كل أسبوع فضيلة الشيخ، فهل لي أن أقصر وأجمع الصلوات؟ فأنا أسافر مثلا السبت وأرجع الأربعاء كل أسبوع. السفر في الطريق يعني تجمع وتقصر في الطريق، أما في البلد الذي سافرت إليه إذا أقمت فيه إقامة تزيد على 4 أيام، أنت تعرف أنك ستقيم أكثر من 4 أيام، لا يجوز لك الجمع ولا القصر، لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد عن 4 أيام. أما إذا أقمت مدة يسيرة دون 4 أيام فأقل فلا بأس، ولكن يا أخي عندك مساجد والناس يصلون حولك، صل مع المسلمين والحمد لله. نعم. يقول الشيخ الفقرة التالية: ما حكم من لم يأخذ بالرخص في السفر في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم؟ هذا تشدد ولا يجوز، أي الأخذ بالرخص يحبه الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: بالنسبة للوعظ عند القبور كثرت في زماننا، أريد من الشيخ صالح توجيه في ذلك، وخصوصا توزيع الماء البارد على الحضور ووضع بعض المظلات للجلوس والتعزية. وضع بعض وضع المظلات للتعزية، صدر قرار هيئة كبار العلماء بإزالة، وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة بإزالة هذه المظلات في المقابر. والعزاء لا يحتاج إلى مظلة، إذا لقيت أخاك المصاب تعزيه في طريقه أو في مسجده أو في بيته أو في مكتبه، أو تكلمه بالجوال أو بالتلفون وتعزيه. يا أخي ما حاجة إلى هذا التكلف العزاء، العزاء ما هو بواجب، إنما هو مستحب فقط، لا يحتاج إلى وضع مظلات وإلى تنظيم واستعداد وما أشبه ذلك. هذا السؤال الأول. نعم. والثاني: الوعظ. الوعظ عند القبور هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة ولسبب، وهو أنهم وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله فوعظهم إلى أن ينتهي إعداد القبر، فهو فعله لحاجة، ما فعله دائما ولا استمر عليه، ولا كان أصحابه يفعلون هذا من بعده، فالاستمرار عليه هذا مخالف للدليل، ولا دليل عليه على المداومة على الوعظ عند القبور. المشروع أنهم إذا دفنوا الميت يقفون على قبره ويسألون الله له التثبيت ويستغفرون له ثم ينصرفون. نعم. توزيع الماء البارد يا شيخ صالح؟ لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. نأخذ أبو محمد من الرياض، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير على الشيخ. تفضل. تفضل. يا شيخ، ما يحدث في المجتمع من فوبيا من العين يا شيخ، خوف كبير يعني ومنتشر بصورة كبيرة من العين. فالناس ما تسوي شيء بسبب العين، خائفة من العين. لماذا لا تفعل هذا؟ الخوف من العين. فهل هذا الخوف وهذه الفوبيا الكبيرة جدا المنتشرة لها مبرر؟ شكرا يا مبرر. وهل ذكرت تحصين تكفي الإنسان؟ ليس لها مبرر يا أخي. أقول ليس لها مبرر لهؤلاء. اسمع الإجابة يا أخي. العين حق، والإصابة بالعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبلغ الخوف إلى الوسواس وإلى الأوهام. على الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يتوكل على الله عز وجل، ولا يصيبه إلا ما كتب الله له، يتوكل على الله ويعتمد على الله ويمضي في الأمور. ما كان الرسول ولا أصحابه ولا السلف الصالح يتخوفون من العين تخوفا يحجزهم عن أعمالهم وعن
وعن العمل في خارج بيوتهم وعن البيع والشراء وعن طلب الرزق، ما كانوا يتخوفون تخوفا يحبسهم عن طلب الرزق وعن فعل الأسباب النافعة. نعم. الأذكار والتحصينات يا شيخ صالح، الورد في الصباح والمساء بالقرآن وبالأدعية المشروعة، هذا طيب، وهو يقي بإذن الله من العين ومن الشياطين ومن كل شر. نعم. أبو محمد من الخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي سؤال سمحت. تفضل. السلام. الذكر اللي يقول بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هل يقال مثلا في الصباح مثلا بعد الصلوات ولا غير الصلوات مثلا، وفي المساء كذلك؟ هذا السؤال. يقال في الصباح وفي المساء بعد دخول المساء. يا أخي اسمع الله يهديك، يقال في الصباح في بداية الصباح وفي بداية المساء بعد الصلاة الفجر أو قبلها، وكذلك فيما بين الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح، كل هذا وقت للورد. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استفدنا فيه من فتاواكم المبنية على الكتاب والسنة ومن هذه النصائح والإرشادات القيمة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أشكر زملائي الحقيقة في استوديو الطائف الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلته، كما أشكر بقية زملائي معي في استوديو الرياض المصورين والفنيين والمخرجين. هذا زميلي ناصر البقمي يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.